حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض عن جميع أوضاع نسخ وتصوير الأوراق في الطوابع كانون MF4780W، يعني هنتعلم إزاي ننسخ الأوراق منفردة ورقة ورقة، وإزاي ننسخ الأوراق على الوجهين يدويا، وإزاي نغمق ونفتح، وإزاي نكبر ونصغر معدل النسخ. فأول حاجة مثلا ده الدرج اللي بتحط فيه الورق الأبيض أهو، بنفتحه كده ونبدأ نركب الورق بالطريقة دي كده، أو ندخل الورق بالطريقة دي كده، تمام أهي كده. نبدأ نقفل الباب ده عشان نحميه من التراب، وفي هنا كده بتضغط على دي كده تمام، وتطلع الورق اللي هيتنسخ وده الحامل بتاعه عشان ما يقعش على الارض. ولازم يكون عندك علم ان الاصدار ده فيه مصدرين لنسخ او تصوير الاوراق. المصدر الاولاني وهو زجاج البرنتر، الازاز دوت بتقدر تحط فيه اي حاجه ورقيه او غير ورقيه، يعني ايه؟ يعني تقدر تضيف ورقه واحده بس وتصورها، او ممكن تضيف فيه كتاب، باسبور، بطاقه هويه. والمصدر الثاني وهو خاص بالاوراق فقط، اللي هو جهاز الفيدر او جهاز الاي دي اف، ده بتقدر تحط فيه اكتر من ورقه وتنسخها في عمليه واحده او في امر واحد عامه. فدلوقتي هنتعلم ازاي ننسخ على الاي دي اف وازاي ننسخ على ازازه البرنتر. اول حاجه عايزين نصور ورقه زي دي كده، ورقه زي دي عايزين نصورها، هنعمل ايه؟ هنبدا نضيف الورقه الكلام بتاعها للاسفل كده، والظهر الابيض يبقى عليك تمام، ونيجي هنا كده ونلزق الورقه بالطريقه دي كده. السهم الاحمر ده بيقول لك بدايه اي تصوير اوراق، السهم الاحمر ده، يعني ما ينفعش نحط الورقه كده تمام، ولا نحط الورقه بالطريقه دي كده، ولا الورقه كده، بدايه اي اضافه الاوراق كده من الزاويه كده اهي تمام. ثم بعد كده بنقفل باب الماسح الضوئي كده او جهاز الفيدر، بيجي لك كذا حاجه هنا. هنا بيقول لك ان هو متحدد على ورقه واحده او على نسخه واحده، افرض عايز نسختين اهي، بتاخد اتنين زي ما انتم شايفين اتحولت اتنين. افرض مثلا عايز سبعه، بمسح من الزرار دوت اهو كده واختك سبعه. افرض عايز مثلا 20، بمسح من الزرار ده كده واضغط على 2 0 اهي لقيت 20 تمام كده. فانا على سبيل المثال هختار نسخه واحده بس، واللي هو الوضع الافتراضي على نسخه واحده. هعمل ايه بعد كده؟ هضغط على الزرار الاخضر ده وهو زرار التصوير اهي، او زي ما انتم شايفين نسخت الورقه اللي انا حطيتها على جهاز البرنتر. في شويه زرار كده عايزين نعرفهم مع بعض مهمتهم. الزرار ده بيلغي او يكنسل اي امر، يعني مثلا اديت امر تصوير اهو واتلخبطت ضغطتين كده لغيت الامر عادي جدا، يعني ده الزرار اللي بيلغي اذا كانت طباعه او تصوير او سكانر. الزرار ده كمان 5 دقائق بدون ما تستخدم البرنتر هيعمل كده، هينطفي لوحده تلقائيا بمجرد انه ياخد اي امر هيرجع يشتغل، او لو انت حبيت تصور ضغطه واحده عليه وبيشتغل. الزرار ده لو ضغطت عليه ضغطه واحده كده هيسحب الورقه واحده واحده بدون ما يعمل صوت عالي جدا في السحب او الميكانيكا بتاعه التصوير او ميكانيكا البرنتر عامه، يعني دوت لغي الضوضاء الطابعه تمام. لو ضغطنا كده انت بتلغي الخاصيه دي. الزرار ده بينور ازرق في حاله انك موصل البرنتر بالراوتر تمام، ده هنعرفه بعد كده في الحلقات اللي جايه. ده اللي بيصور الاوراق زي ما اتعلمنا، وده بيلغي اي امر، والسي ده اختصار لكلمه كلير، بيمسح اي حاجه انت بتكتبها، ارقام، حروف، وهنعرف مهمته بعد كده. طبعا دي الارقام بتاعتنا زي ما احنا عارفين، ده الاتجاهات اوكي، ده بيرجع اي خطوه لورا، ده بيعمل اعاده تعيين، يعني مثلا هنعرف دلوقتي ازاي نصغر ونكبر ونغمق ونفتح الكلام دوت. ضغط واحد على الزرار ده بيرجع الوضع الافتراضي للبرنتر اللي هو كان عليه الاول. نيجي هنا عندك هنا زرار كوبي، فاكس، سكان. الكوبي اللي هو التصوير او نسخ الاوراق، الفاكس اللي هو ارسال واستقبال فاكس، الاسكان ده انك تقدر تعمل اسكان او مسح ضوئي على البرنتر. الزرارات دي تلات ارباعها خاصه بالفاكس، يعني دول كده خاصين بالفاكس. عندك هنا 4 زراير، الزرار دوت ده المنيو، ده اعدادات البرنتر ما حدش لعب فيه، ده بتختار مصدر الاوراق تمام ما حدش لعب فيه، ده الريبورت اللي هو خاص بالفاكس، ده اي حاجه عايز تعرف عن البرنتر، طبعا كام ورقه، مقدار الحبر، سيريال نمبر، بتعرفه من هنا. حبيت تشيل الحباره بتمسك ده كده وتفتحه واحده واحده كده للاعلى كده تمام، وتيجي هنا زي ما انت شايف دوت اهو ده، تفتحه كده طبعا بيلزق فوق، لزق فوق بتسيبه انه فوق في مغناطيس، بتطلع الحباره بالطريقه دي كده اهي، دي الحباره بتاعتنا اهي، هي دي الحباره بتاعتنا تمام. حبيت تركب الحباره على نفس الوضع ده تمام، على نفس الوضع ده، كلمه كانون مظبوطه قدامك اهي، كلمه كانون تبقى مظبوطه قدامك وانت بتركبها كده اهيت، واحده واحده كده اهيت، تبدا تقفلها ونقفل الباب
الحبارة ونقفل باب الـ ADF او مسح الضوء بالكامل. كده عرفنا يعني معلومة مختصرة عن الزرار ديت وازاي نركب الحبارة ونخلعها. طبعا زي ما تعلمنا ده درج الاوراق البيضاء اللي انت بتضيف فيه الاوراق. طب دلوقتي انا عندي الورقة دي على الوجهين فيها كلام يعني على الوجهين، عايز اصورها زي ما هي بالظبط، هعمل ايه؟ هنفتح باب المسح الضوئي كده تمام، ونبدا نضيف اي وش فيهم، يعني الوش ده او الوش ده الاثنين واحد مش هيفرق اهو، من بدايه السهم الاحمر زي ما اتعلمنا قبل كده، ونقفل باب المسح الضوئي ثم نختار تصوير. اهو طبعت لنا الوش الاولاني. هنعمل ايه يا ابو حميد؟ هنمسك الورقه زي ما طلعت لنا كده بالظبط، زي ما خرجت لنا كده بالظبط، هنقلبها على الوش الثاني اهي على الظهر يعني، ونفتح باب الورق كده تمام، ونبدا نحط الورقه الظهر الابيض بتاعها على في وشنا كده اهي قدامنا اهو، ونقفل باب الاوراق كده، ونيجي هنا عند الورقه ونقلبها على الوجه الثاني اهي زي ما انتم شايفين على الوجه الثاني بالظبط، ثم نختار تصوير. او زي ما انتم شايفين الورقه اهيت طبعت لنا على الوجهين زي الاصليه بالظبط على الوجهين. طب دلوقتي عندي بطاقه الهويه دي عايز اصورها زي ما هي على الوجهين تمام، هنبدا نحط البطاقه هنا كده تمام زي ما انتم شايفين كده، بس ما نلزقهاش في الاخر كده، ما نلزقهاش في الاخر كده، بنسيب مسافه بسيطه كده اهيت تمام، ونبدا نقفل باب المسح الضوئي ثم نختار تصوير. هي خرجت لنا بالمنظر ده تمام تمام كده، هي خرجت لنا كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك الورقه اللي طلعت لنا كده ونقلبها على الظهر الابيض زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، نمسك الورق كده الورقه نحطها في درج الورق عادي جدا بكل سهوله كده، ونقفل الباب عليها، ونيجي هنا نقلب بطاقه الهويه في نفس المكان بالظبط اهي في نفس المكان بالظبط، ونسيب بردك المسافه ديت عشان ما نلزقهاش، عشان اول كام سنتي كده ما بيظهرش، ونقفل الباب كده ثم تصوير. او زي ما انتم شايفين نسخت لنا بطاقه الهويه على الوجهين بكل سهوله. طب دلوقتي على سبيل المثال بطاقه الهويه انا شايفها صغيره على الورقه، عايز اكبرها شويه تمام، عايز اكبرها شويه بحيث ان البيانات تبقى واضحه اكتر، هعمل ايه؟ الموضوع بسيط، هنقلب البطاقه كده تمام اهي، بس ما نحطهاش هنا، هنحطها جوه شويه كده اهي، جوه كده شويه زي ما انتم شايفين كده تمام، ونسيب مسافه كده ومسافه كده، اي المسافه دي يعني كده والمسافه دي، نسيبهم زي ما هم كده، ونقفل باب المسح الضوئي، ونيجي عند الاختيارات دي ننزل تحت شويه لحد ما يجي لك اختيار اسمه كوبي ريتيو اهو، نختار اوكي تمام. ده وضع وتكبير وتصغير معدل النسخ، اصغر حاجه 25% يعني نزلنا كده هتلاقي اصغر حاجه 25% وجنبها كلمه ميني، واكبر حاجه مكتوب عليها 400% ومكتوبه جنبها ماكس، يعني اعلى حاجه 400%. فافضل وضع لتكبير بطاقه الهويه هو 141% اهو، ده كده ظبطنا البطاقه خلاص وحطيناها زي ما احنا عايزين بالظبط، هنختار تصوير. أو زي ما انتم شايفين بطاقة الهوية دي على وضع التكبير 141 ودي على 100%، زي ما انتم شايفين الوضع عامل ازاي، طبعا انا مش عايز اقربها كتير عشان بياناتها ممنوع تظهر على اليوتيوب تمام. خلصنا خلاص، بنيجي هنا كده ونقلب بطاقة الهوية على الوجه الثاني كده اهيت تمام في نفس المكان بالظبط، ونسيب بالظبط كده زي ما اتعلمنا زاوية تمام، البطاقة هنمسكها زي ما هي كده اهي، ونقلبها على ظهرها كده، ثم نفتح باب الاوراق كده ونحطها على الوضع ده بالظبط، على الوضع ده بالظبط، ونقفل الباب ونختار تصوير. اهي صورناها بالظبط زي ما هي بالظبط على الوجهين مع وضع التكبير زي ما اتعلمنا. وطبعا دلوقتي انا لعبت في التكبير والتصغير ومش عارف ارجعها زي الاول، او لعبت على في كذا اعداد وعاوز ارجعها زي الاول، ضغطه واحده على الزرار ده كده اهو كده ده رجعنا كل حاجه زي الاول
بقت وضع التكبير على 100%. طب دلوقتي عاوز اصور بطاقه الهويه دي الاثنين في وجه واحد فوق بعض كده، هعمل ايه؟ هنقل بطاقه الهويه على الوجه الاولاني كده، تمام اهيت، ونسيت برضك مسافه زي ما اتعلمنا، ثم نختار تصوير. ايه البطاقه اللي عرفناها بالطريقه دي كده، تمام. مش هقلبها بقى على ظهرها كده، لو قلبتها على ظهرها كده يبقى احنا هنطبع الظهر، احنا عايزين نطبع الوش. هنعمل كده عادي جدا، ونفتح باب التري برده كده، ونبدا نحط الوش كده مش على الظهر بقى، اهي كده اهيت. ونيجي عند المسح الضوئي، هنقلب البطاقه كده على ظهرها بس تحت شويه كده، اهي تحت كده شويه، ونقفل باب المسح الضوئي. تصوير. او زي ما انتم شايفين بطاقه الهواء اتصورت في وش واحد، الموضوع سهل كده. عندك هنا اول اختيار اسمه دينستي، وده الكثافه، تمام. طول ما هي متظبطه على زيرو كده وسلب وموجه جنب بعض، يبقى هي ده الوضع الافتراضي للكثافه بتاعتها. افرض عايز اغمق، هنختارها كده، هنختار اوكي. هي متظبطه على النص، ده المؤشر بتاعك. كل ما هي بتروح للموجه كده اهي كده، يبقى انت بتغمق الصوره، تمام. وكل ما تروح للسالب كده يبقى انت بتفتح الصوره، فبتختار المعدل بتاعك اللي انت مناسب ليك واللي انت عايزه، وبنختار اوكي كده. طب دلوقتي يا ابو حميد اتعلمنا ازاي نصور الاوراق على جهاز البرنتر، عايزين نتعلم ازاي نصور الاوراق على جهاز الاي دي اف. الموضوع بسيط جدا، بتجيب كده مجموعه اوراق كتيره، تمام، مجموعه اوراق اهيت، وبتبدا تضيفها على جهاز الفيدر كده، اهو اهو بالطريقه دي كده، تمام، بتضيفها بالطريقه دي. وش الورق اللي هيتصور عليك كده على فوق يعني، والظهر الابيض بيبقى من تحت كده، يعني الكلام بتاعنا اللي هيتصور يبقى علينا من فوق بعكس الزجاج بتاع الطبعة، الكلام بيبقى الاسفل، تمام، يعني الكلام قدامنا كده بالطريقه دي. اسمع معايا الصوت ده كده بيعمل تيت تيت، او ما يسمع تيت دي يبقى انت كده هتصور الاوراق من فوق. ما سمعتش الصوت التيت ده يبقى هي هتسحب الورق تلقائيا من تحت، يبقى كده هتصور الاوراق من هنا. فهمنا كده؟ يعني هي لو ما سمعتش التيت ديت يبقى هي هتصور الاوراق اوتوماتيك من هنا. سمعتها يبقى هي دلوقتي البرنتر عرفت انك هتسحب من فوق، تمام؟ بنقفل كده على الورق كده من ناحيتين عشان الورق ما يلوحش معانا، تمام؟ وبنيجي كده بنختار طبعا عدد النسخ اللي انت عايزه، وبنختار تصوير كده. او الاوراق بتتصور كده، طبعا بنستخدمه في حاله ان احنا بنصور اكتر من ورقه، تمام، بدل ما كل شويه نحط ورقه ونقفل ونحط ورقه بعدين نقفل ونضيع في الوقت ده، بيستقبل اكتر من ورقه وبيطلعهم في ثواني بالظبط. اهو طلعوا الاوراق عادي جدا في ضربه واحده او في عمليه واحده، الموضوع سهل كده. وطبعا الاوراق اللي احنا حطيناها من هنا طلعت لنا من تحت هنا اهي، لكن الاوراق اللي انت عايز تعمل منها نسخه تطلع من هنا. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة، اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعة كانون. كان معاكم احمد السامي من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.